بين الفريقين الكبار جدا، فريق مأزوق وفريق وسيم. اذا اردت المستحيل فابدا بالممكن، وادي دقني لو وصلت لحاجه دنيا مش محتاجه. نبدا كده نقول تشكيل الفريقين النهارده. الكابتن الكبير قوي مأزوق هو النهارده اللي بيتكتك وهو اللي بيقول كل حاجه، ومعاه طبعا شيماء وسعدون وشويكار اللي لابسه شنكار. على الناحيه الثانيه الكابو مع حبه، ويا سلام بقى وراه صاحبه، ويا سلام بقى لما تشوف مين معاه كمان بسيون الملط اللي هيخليه على الشلط. وادي دقني، وابقوا شوفوا بقى مني الكلام دلوقتي. دخلوا الفريقين بسم الله الرحمن الرحيم، تبدا المواجهه، وهو ده اللي احنا بنقوله. يا سلام عليك يا جماعه، ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا، عندنا مهمه لازم تبقوا عارفين ان اهم من اللعب ظبط اللعب. ليه بقى؟ لان ظبط ظبط لعب ايه ونيلي تيه؟ استنى، في دخلاق. ايوه يا حبيبي، ظبط اللعب لازم. بقول لك دخلاق، اقعدوا انتوا العبوا وخططوا وادرسوا واطلعوا وانزلوا، وفي الاخر مازو هو اللي بيكسب. مازو، فاكر المكان ده يا مازو؟ انا مروحك فيه معيط من 10 سنين ولا نسيت؟ على الاقل روحت ببنطلوني. يا جميل، بس زمان بقول لك يعني عادي. بنطلون مستر مازو، مستر وسيم، لعبة ما بعتهاش كل هدايا. ايه ده واحنا؟ اشمعنى اللعبة تديك هدايا واحنا لا؟ المهمة بدأت، البسوا السعيد. البسوا السعيد دوسوا على الزرار اللي في الجنب. قدامكم 9 ساعات عشان تلحقوا قنبلة موجودة في مكان ما قبل ما تعمل بوم. قنبلة ايه الهبل ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا مش لاعب. اهدى بس يا وسيم، بدل ما تقطع عننا اللعب تاني، انا مش ناقص. اي اعتراض او تعطيل للعب، وقت المهم هيقل. لا مش هينفع كده يا مازو، دي قنبلة، احنا مش هنا. اسكت. انت ما سمعتش بنت المجنونة دي قالت ايه؟ طب انا عملت ايه طيب؟ واي قلة ادب، وقت المهم هيقل برضه. اللعب المرة دي فردي، أنا هختار اتنين اتنين هيلعبوا بعدهن، وكل دور هبعت للفايز منهم رقم من أرقام فك شفرة القنبلة، واللي هيجمع تلات أرقام الشفرة هبعت له مكان القنبلة، ولو لحق ووقفها يبقى هو الكسبان، ومقابل بطولته دي هيكسب العشرين مليون جنيه. أما بقى لو ملحقتوش هتبقى أنتوا المسؤولين عن مئات الأبرياء اللي هيروحوا بسبب خيبتكوا. يلا بقى شدوا حيلكوا، فاضل 8 ساعات. أدي أجري. استنى يا جوب. أنا وبعدين هنتصرف ازاي يا جماعة؟ الموضوع كبر قوي، أنا بخليكم من المسؤولية. اللي عايز ينسحب دلوقتي يقدر ينسحب، وأنا هشيل المسؤولية لوحدي، أنا ألعب لوحدي، ولو كسبت الفلوس هتتقسم علينا زي ما احنا بالظبط. مش عارف الموضوع كبر قوي كده ليه. اجمد اجمد يا مستر وسيم، أهم حاجة دلوقتي إننا ننقذ أرواح الناس الأبرياء اللي مالهمش أي ذنب وهيروحوا في رجلين. أنا معاك يا مستر وسيم. وأنا معاك يا وسيم، ومش هسيبك تفرقع لوحدك، أنا كمان هفرقع معاك بوم. وأنا معاك برضه يا مستر وسيم، بس المفروض يعني يبقى في بدل مخاطر. الله، أنت معايا ولا مع الأسف؟ أنا مع العسل. عسل إيه ونيلة إيه؟ المفروض النسبة بتاعتنا تزيد ولا إيه يا بسيوني؟ تزيد شوية. تزيد.